الشيخ المصري اليوم أخذنا العام بالفيزيكال فارماسي، أخذنا في شيء اسمه الديسبير سيستم، اللي هو عبارة دائما يكون عبارة عن وسطين، هذين الوسطين المسبوق ما يمتزجن، لكن أنت تجيب واحد من الأوساطين تنشر داخل الوسط الثاني، خليه ينتشر. الفعل فد شيء فد ايجنت او فعل فد عامل مساعد يساعد ان هذا الوسط ينتشر خلال هذا الوسط الثاني. هذاك سميناه بشكل عام سميناه ديسبيرس سيستم. هذا بين يندرج ضمن هذا السيستم الايموشن رايت كون هذا طريقه والعام اخذنا السسبنشن. فكرة شنو؟ أنت عندك وسطين ما يمتزجن. فكرة الإيموشن أنه أنت عندك هذا وسط مثل عندك النانت أوير وعندك النانت الإيش دور. هذين الوسطين ما يمتزجن. ليش؟ قلنا هنا أكو هذه الجزيئات اللي داخل هنا قلنا شو يصير بينها نقول؟ هو شنو هي؟ كويسر. وهنا اللي هنا على الحافة بيناتها أكو منا كويسر ومن فوق يصير قوة أدهسر. شي يولد لنا هذا؟ قلنا هنا يصير عندك فد سطح أو فشات سطحي سميناه شنو؟ الانترفيشال تنشن. الانترفيشال تنشن يتولد نتيجة هذا القوتي يمنع هذا الوسط أنه يدخل على هذا الوسط الثاني. لكن قلنا أنه فعل طبعا هذا الوسط ان هذا الوسط الفوق يقدر يدخل على الوسط الجوي ينتشر. الفعل عوامل وحده من عندهم قلنا بواسطه الاموسيفاي ايجنت تذكروا او السيرفكتنت او السيرفكتنت ايجنت يسموه. هذا شو يسوي؟ يقلل هنا يجتمع على هذه المنطقه. هذا شو يسوي؟ يقلل الشد السطحي يعني مع زياده قوه الادهسه يقلل قوة الكويسر راح يبدي يدخل هذا الوسط الفوق يدخل على الوسط الجوي. وبالتالي هو شو يسوي؟ قلنا مثلا دخل الاويل داخل الوتر هو شلون من شنو يتكون؟ قلنا من هيد وتيل. الهيد مالته بولر وهذا لان بولر يعني هذا هايدروفيلك وهذا لايكوفيلك. فهو ما راح يبدي يدخل هذا الوسط على الوسط الثاني. ايش راح يسوي؟ يحوط الجزيئات مالتهم يصير دار مدار سميناه وقت شنو قلنا؟ سميناه مايسو. تتذكروها؟ هذه اليد مثلا تترتب لي جوا والتيار يصير لي برا. هذا شوكت في حالة انه صار عندي يحصل الوتر يخلي لي جوا ويخلي الاكسترا منه الخارج منه الاويل. أو بالعكس يصير بهذا الشكل يسوي لي ما يصير بهذا الشكل يخلي التيار يجول ويخلي من هنا يصير هذا الأويل ومن برا الوتر. على أساس هذا الترتيب أو الخاصية اللي دي يسوي لنا إياها الإيموسيفاي إيجنت أو السيرفكتن اللي يسوي لي ما يصير أما يخلي. عليكم السلام. ليش متأخرين؟ مو عندنا ب 11 ونص؟ جاش يا جروب. لا كل واحد جروب هواية صار السرية كل يوم. ها؟ جروب دكتور. ليش متأخر؟ دكتور غياب السجل. لا كذا. أخذت الأسماء غياب. أبقى اسمع المحاضرة السجل. هو أمشي المحاضرة. على اساس هذا الترتيب ما راح يدخل الماده بداخل ماده ويرتب نفسه يخلي اما الوتر يحصره بالنص يخلي الخارجي الوسط الخارجي منه يخلي هذا الاويل او بالعكس يرتب نفسه يخلي التير اللي جوا يحصر الاويل اللي جوا يخلي الوتر من برا. على هذا الاساس راح يصير عندنا نوعين من الايموشن. اذا خلى هذا النانو بالداخل راح يسوي الاويل للوتر
يعني هذا عنا الاكسترنال خارجي ووتر وحصر لنا الاويل بالداخل او بالعكس. اذا خلى الووتر اللي جوا والاكسترنال صار هذا الخارجي الوسط الخارجي صار هو الاويل راح يصير من هنا راح يصير الووتر داخل الاويل فيصير راقيتين عندنا يحدد منه يحدد نوع السيرفكتنت يحدد المواد اللي انت مستخدمها راح يحدد نوع المادة اللي انت تريد تخليها داخل الامرشن تريد تذوبها. هذين كل عوامل تحدد لنا انه انا يا نوع راح اسوي يا نوع راح استخدمه. يعني انت فرضا عندك فد مادة وهي هاي المادة ذائبة بالاورال وتريد تطيح عن طريق الاورال وتريد تسويها بشكل امرشن توصلها للانتستين وتزيد الامتصاص مالتها. فبهذه الطريقة تيجي تسوي تقول الامرشن اسوي بشكل اخلي الاويل من برا والووتر اللي جوا لو بالعكس اخلي الاويل اللي جوا والووتر يصير هو اللي في استيرنر. انتوا هذه تتذكرون التسميات هذه هنا هسه من انتشر هذا الوسط دخل داخل هذا الوسط هذا الخارج يسمينا يسموه لك استيرنر مو او يسموه له تسميه يسموه الكونتينوس فيس او يسموه ديسبيرس ديسبيرز ميديا. وهذا الوسط اللي ينتشر اللي يدخل يسمونه التيرنر او يسمونه ديسبيرز ديسبيرز فيس. هذين كل التسميات. فانت هنا لما تريد تيجي تحضر هذا تقول انا اسوي والله اويل ان ووتر لو ووتر ان اويل تيجي تشوف اول شيء هذا الدو مالتك اللي انت تريد توصله داب الاويل واريد اوصله عن طريق الاورال. اذا خليت الاويل من برا اول شيء الطعم مالته يصير مو وما راح تقدر تبيعه عن طريق الاورال. رد تسوي اي بي اذا خليت الاويل من برا اصلا ما يندمج شيء اي بي يصير زيتي. فانت هذه الطريقه لازم تشوف يا نوع تحدده تحكمك نوع الدول اللي تريد تخليه بي بالامرشن الميثود الطريقه اللي تريد اصلا انت تطيب عن طريق العلاج اورالي حتى تقدر تبلعه يصير بلنتبل يعني يصير فتشي مستساغ. انت لازم تخلي من برا او الووتر يعني لازم تجيب تخلي الاويل داخل الووتر تسوي اويل ان ووتر. ردت اي بي لازم تجي شو تسوي تجي كذلك تسوي لازم تخلي الاويل داخل الووتر حتى يروح يعبر بالاي بي. ردت كريم تسوي ايضا كذلك اويل ان ووتر لان اصلا انت راح تزيد تصير نسبة الووتر هي الاعلى. هذه كثير يقدر نحضر الفرق بين الاويل اند ووتر والووتر اند اويل؟ يحكمك يحكمك انه شنو؟ نوع الدواء اللي تريده الكميات اللي انت اصلا مستخدمهن يعني المواد مالتك الاويل مثلا استخدمت انت بالتحضير مالتك استخدمت فوليتال فشي يطير فالواحد من البوليتال اويل هذين البوليتال اللي يطير تقدر تجي تخليه هو من برا؟ لا ما راح تقدر تخليه من برا لازم تحصره اصلا بالمي فتخلي الاكسترنال ما تخلي مي من برا هو يصير لي جوي فيصير اويل ان ووتر. بينما الفيكس لا تقدر عادي تسوي هيك تسوي هيك تخليه لا تخلي من برا الفيكس يعني هو الاويل مالتي ومن جوي احصر المي مالتي يسوي ووتر ان اويل. فهذين كل الاشياء من تحكم فيها السيرفكتنت اللي قاعد تستخدمه الاويل اللي انت قاعد تستخدمه وين تريد الميثود مالتك الطريقه نوع العلاج اللي تذوبه وين تريد توصل له. الامالسيفاير ايجنت مثل ما قلنا ده يشتغل بواسطه كثير يعني احنا قلنا من هذا الوسط قاعد ينتشر بالوسط الثاني شلون خلاه ينتشر او يدخل الامالسيفاير ايجنت؟ انه قلنا هذا هنا السيرفس اكتف ايجنت او السيرفس تنشن بدا شنو؟ بدا يقلل يشتغل على هذا الوسط. هذا التنشن من يجي يقل راح يدخل الوسط على الوسط الثاني. بعد شو يسوي؟ يسوي دار مدار فيلم يحوط لنا اياه. مو قلنا انه هنا يجي يسوي لنا هذا المايسر ويحصل هذا الوسط هنا فيخليه انه صح ما يتسجل بس هو حصرت داخل الوسط الثاني ماشي.
مثل ما قلنا على هذا الاساس النوع مال مالتي سيرفكتنت ونوع الاويل مالتي اللي استخدمته نوع الدواء اللي انا اريد اخليه بالامالشن على هذا الاساس صار عندي اما اخلي يصير الووتر ان اويل يعني الاويل يصير هو الاكسترنال والووتر هو اللي ينحصر جوا او بالعكس شو يصير يصير الاويل ان ووتر الووتر يصير هو الاكسترنال والاويل ينحصر جوا هذا قلنا راح يصير حسب التركيب مانجمنت يحدد ايضا السيرفكتنت اما اخلي اليد من جوا والتيل من برا او بالعكس عندكم محاضرات وياكم عند زيت السجاره وطاقم اياها بس تدرون شو اسمه تابع لان عندي ماشيه الامور هو هذا الموضوع اصلا هو بشكل مراجع للسيستم هذا اللي اخذته السنه الفاتحه هسه التايب هنا انا اوف الايموشن قلنا شلون ايضا شلون نحدده نحدده مثل ما قلنا انه انت نوعيه الماده الريشيو النسب مال الاويل اللي دا تستخدمها نوعيه الاويل اللي قاعد استخدمه يحدد الاوردر اوف الميكسنج هسه راح تشوفون ان الطرق مالتي اللي استخدمها راح نستخدم هسه طريقتين هن المهمات عندنا طريقه الويت الجام ميثود وطريقه عندنا الدراي الجام ميثود يعني ميكس اوف اوردر من اخليه بالاول واخلي الثاني فوقه راح يصير هذا داخل هذا زين بالاضافه طبعا للمصفاه ايجنت هو اللي ايضا راح يحدد الاول نعم لا بالعكس انت اذا خليت انت ردت مثلا اول شيء لازم تقول انا شنو اللي اريد اسوي مثلا اريد اسوي اويل اند ووتر انت ايش راح تسوي؟ اولا لازم تجيب سيرفكتنت يرتب نفسه بهذه الطريقه يحصل الاويل هو اللي يجوا هذا اول شيء لانه هو في انواع وايد اسبان والتوين كل وحده ذني انها ذني اهم شيء يعني لان الاسبان والتوين ذني من ضمن الامثله اللي يستخدمون اكثر شيء بس بالتحضيرات طبعا وايد اكثر سلكيه شيء اليوم راح نستخدم ذني شغاليات وما بش بتنا هذا حسب الترتيب مالته تجي انت اول شيء راح تخلي فوقه تخلي الاويل هاي يسموها طريقه الدراي لان بالبدايه تخلي اول شيء الاويل وبعدين تجي تخلي المي اللي فوق فهذا انت الماده ذوبها اصلا بالاويل اي يعني راح تجي هنا هسه راح انت راح تجي تخلي الماده مالتك اولا اللي هو السيرفكتنت وبعدين راح تجي تخلي فوقها الطبقه مالتك مال الاويل وكون مذوب بيها الدواء مالتك اللي تريده وبعدين الطبقه الثالثه راح تجي تخلي الاشدواء الاضافه الثالثه فراح ينحصر الاويل اللي جوا والاكسترنال يصير الووتر هذا راح يسمون mix of order أو order of the mix يعني أنت الترتيب مالتك شلون هذه مال الميثود هو أيضا تحدد لنا أنت عندك هسه oil فشي جابلك يا قال لك هذا الماتشن تريد تعرفه oil and water لو water and oil شلون راح يصير فشي indicate لك يقول لك أنت تجي تجيب water وتضيف فوقه إذا الواتر امتزج ويا معناه هذه الطبقة الخارجية مالته شنو؟ ووتر معناته معناه مي اذا ما امتزج ويا معناه شنو؟ معناه هذا الاويل اذا امتزج كانت الطبقه الخارجيه ووتر اذا هذا الاويل صار داخل ووتر يعني الاكسترنال من برا ووتر اذا ما امتزج ويا معناه من برا شنو؟ معناته اويل معناه انت مخلي شنو؟ مخلي الووتر داخل الاويل بعد عندك الكوندكت يقول لك تجي تمرر في التيار كهربائي اذا مر اذا صار توصيل كوندر يعني معناه شنو الاكسترنال فيس الاويل يوصل ما راح يوصل معناه في ووتر مو اذا هذا معناه اويل ان ووتر زين اكو ستين صبغات تدوب بالماي صبغات تدوب بالاويل ضفتهن دابت مثلا انت تريد تكشف ان هذه الصبغات تعرف هي تدوب بالماي اذا دابت اذا الطبقه الخارجيه الاكسترنال فيس هي شنو هي ووتر اذا هذا معناه نوع الايموشن هو الاويل ومن برا شنو ووتر اذا الاويل ان ووتر خليت بالعكس شفتها ما دابت اذا هذا بالعكس هذا من برا صار شنو اويل
اذا هذا الووتر صار داخل الاويل. الايموتشي اللي ايش قلنا اسمه نستخدمه؟ الايموتشي قلنا نستخدمه اولا اذا فاتك عن طريق الورق راح شنو؟ راح يزيد اللي يسوي كشي مستساغ اكثر. يحضروه بشكل شنو؟ فلتبرت يعني شنو؟ انه يصير مستساغ تقدر يقدر المريض يبلعه. فيصير عندك يسوي الاويل والموتر. بعد قلنا بطرق معينه اكو ادويه انت تريد توصلها بالانتيستين وتزيد مالته الذوبانيه والفلتريشن. يعني النفاذيه الامتصاص مالتها فيسووها ايضا على شكل ايموتشن. يعني يخلون الاويل اول شيء بعدين من برا يخلون الواتر يوصلوها للانتيستين فراح تروح الاويل الواتر راح يروح يبقى الاويل هناك لفتره طويله ويبدا يتحرر الدول وهم يزداد الذوبانيه وهم راح يزداد الامتصاص مالتها بالاضافه للاي جي. الايموتشن اما تطيع عن طريق شو اسمه قلنا انترنال اورالي او تطيع اكسترنال او الاي في اي ام. طريقه الاي ام ما راح تخلي شو اسمه الوتر من برا تقدر بالعكس تسوي بالاي ام. بالاي في تسويه بشكل شنو؟ اويل ان وتر يعني من برا لازم وتر بالاي في. لكن اذا عندك شيء تريد تسوي اي ام تقدر هنا تخليه بالعكس تخلي الطبقة الخارجية مالته الاكسترنال اويل والووتر يصير هو اللي يجي ما عندي مشكلة. هسه ما راح تقدر بعد تطيها اذا بهذا التركيب ما راح تقدر تطيها هاي تسوي لك مشكلة. هذا الجدول اللي تقول عليه هذا الجدول اريد من عندكم بس تاخذوا لي من عنده عندكم الفيكست والفوليتايل اويل. شوفوا هذا الجدول اكو هنا يقول لك في حاله كانت نسبه الاويل 4 الاكيشيا 1 يعني ربعها. اذا عندك فيكست اويل حطيته قلت لك يابا هسه راح تاخذوه نعطيكم مثلا كاستر اويل الكميه مالتها 8 كميه الاكيشيا ايش قد راح تصير؟ تصير ربع يعني تضربها في ربع 2 بالضبط راح يصير 2. المي شنو؟ ضعف الاكيشيا اي بالضبط راح تقول الاثنين في اثنين راح يصير اربعة مول فصار عندك 8 مول الفيكس هذيك ضربتها في ربع سويتها اثنين 2 جرام الاكيجيا بالجرام نعم انت تريد هو مسوي على شكل ضرب قال لك انه اذا انت عندك كميه هكي حتى لا تدوخ بيها اذا عندك فيكس اويل تجي انت في حاله الفيكس تقول الكميه هذين القوانين بعدين بالصفحه الوراء شوفها اذا عندك الامام انت في الاكيجي اذا عندك في حاله كان عندي فيكست اويل جاي لك مثلا الفيكست اويل 8 اقول ايش قد اخلي ويا هذا الاكيجي الاكيجي هي المفروض ربع هاي الكميه فاقول الثمانيه في ربع ربع ثلاث لان هي ربع الكميه راح يصير عندك اثنين الكيجي بالجرام طبعا. الووتر شو يساوي؟ قد استخدم وياه ووتر؟ اجي اقول هاي الكيجي انت مو عندك هنا قسمه اربعه اثنين واحد يعني معناه الكيجي ربع وهذه نصف او ضعف الكيجي الووتر يعني بالضبط هاي الاثنين الثالثه هاي شو راح يصير؟ راح يصير اربعه اذا قال لك لا كان عندي هنا بوليتايل بوليتايل تقيمتها هي نفس الشيء 8 مول. اجي اقول الكميه مال الكيجي شو تصير؟ هذا 8 ايش قد الكميه راح يصير مال شو اسمه؟ راح يصير نصها. مو صحيح؟ في نص. ايش قد راح يصير؟ راح يصير عندك 4 4 جرام. ايش قد استخدم H2O وياه؟ هذه الاربعه في ايش قد؟ في ضعف. يعني يضعف الاكيجيا بالحالتين يضعف الاكيجيا يعني هذا كانه ثابت المي دائما مضعف الاكيجيا ايش قد ما يطلع عندك الضربه في اثنين هنا كانت كميه ايش قد يعني هاي الاثنين ثابته لانه اذا شوفوه اثنيناتهم مسويين اربعه اثنين واحد اثنين اثنين واحد فهو اصلا بالحالتين هو ضعف الاكيجيا طلعت كميه الاكيجيا اجي اضربها في اثنين طلعت كميه المي
ماشي؟ الدول هذا اجي استخدم هنا عندي 8 مول، يعني نفس الكميه مال بالفولتاير المي والاويل نفس الشيء نفس الكميه مساويات، هي اصلا 2 2 1، يعني قد هنا تخلي 2 هنا 2 هنا 8 8 تستخدم. ندخل على الميثودز مالتنا ذني عندنا اخر شيء ذني هم هي طبعا عباره عن خمس طرق عدل. الاثنين الاخيرات ما عندنا فتش ما راح نحتاجه هسه ما تحتاجون اللي راح نحتاجه شنو؟ اول اثنين اقول الفرق ما بيناتهم ما بين الدراي جام ميثود والويك جام ميثود هذين الطريقتين مشابهات بس واحد طريقة الإدراك وطريقة الويت. راح نشتغل اليوم طريقة الويت هذا. بس الفرق ما بيناتهم فرق بسيط. تجيب مالتك الموتر تجي توزن قال لك مثلا هنا مطيك كاستر اويل الثمانية مول وقال لك يابا هذه الكاستر اويل شقد اخلي وياها من الاكيشن راح حسبناها شقد في ربع 2 جرام وايش تو حسبناها شقد شقد صارت 2 في 2 او 4 ونص ووتر وجاي لك هو هنا نكملها بالدستر ووتر نكملها لين 30 مرة. اجينا هنا اول شيء جبنا الاكيجيا مالتنا خليناها بالطريقتين نفس الشيء تيجي توزن وتخلي الفرق شنو؟ الدراي ليش سموها دراي؟ لان انت بالبدايه تيجي تخلي الاويل بالبدايه الخطوه الاولى انت تيجي تخلي هذا الاويل والخطوه الثانيه ورا ما طبعا تيجي تحرك يعني تيجي الخطوه الثانيه تضيف المي. الويت ليش سموها ويت؟ لان انت تيجي بالبدايه بالعكس تخلي الوتر ويصير فتشي شنو؟ يسمونه ميوسيليت من تجي تخلط تكمل بعدين تجي الخطوه الثانيه شنو تخلي الاولى تخلي ايضا على شكل اجزاء لا ما تضيفه مره واحده تخلي بورشنز شوي شوي لحد ما شو اسمه على حتى لو تقسم ثلاث اجزاء راح تبدي تحركه يتكون فتشي يسموه شنو البرايمري امالسيون فتشي بالبدايه يصير فتشي تك بشكل هيك شكل مالته لون عسلي البرايمري مالتي راح من تفوتن بالمورتر راح تسمع الصوت صوت يسموه كراك هيك فد صوت مثل كانك بدك تسحق فد شيء فشلت الكليك فد شيء ينسحب من التلف فوتن هاي هو صار عندي البرايمري مالتي نعم لا مو فطا انت بدك تفوت بيها تحس فد شيء ينسحب من قام يجي فالصوت هو يسموه الكليكينج او الكراك اسرع اسوي شوي. اجينا هذه الخطوه كملناها صار عندي برايمري ايموشن مثلا هنا ساعدكم بال اشتغلنا استخدمت هنا من ال 8 مول ومن الاكيجن استخدمت شقد؟ العفو من الوتر استخدمت 4 مول يعني من هذا الحجم النهائي شقد استخدمت؟ 8 زائد 4 12 يعني ايش قد بقالي؟ 18 بقالي 18 هو يقول لك كمله بالدستور ووتر فانت هاي ال 18 ما راح تشيلها وتضيفها مره واحده هاي ال 18 راح تيجي تقسمها ثلاث اقسام القسم الاول شو تسوي؟ يسموه فور ديليوشن 6 مول راح تخليها فور ديليوشن الستة مول الثانية مو خففت وديرها بالسلندر بقى اصلا عندك بالمورتر مالتك بقى شنو اكو بقايا فانت تجي شو تسوي تحاول تبدي تغسل تغسل بيها فيسموه فور واشنج هذه كملت غسلتها وهم ترجع تديرها فوقها الستة مول الاخيرة يبقى ستة مول الاخيرة هذه تكمل فور تكمل يسموه فور كومبليت
كاملة للحجم اللي احنا نريده. هذه الطريقتين هذين المهمات عندنا. طريقة البوتل هذا اللي مستخدم يسمى الفورمس بوتل. هذه مرة عشان هي أصلا سهلة. تجيب المواد كلها تخليها بطل وترجع وخلاص. تجيبها تخليها بس هذه يستخدموها للمواد دين خلاها بداخل البطل. يستخدموها للمواد اللي بوليتاير تطاير مثلا أول عندك بوليتاير حتى تخليه بداخل هذا البطل حتى لين تطاير ويسوي لك الامارشن. أو يستخدموه لازم للمواد البسكستي مالتها مو عالية. اللزوجة مالتها مو عالية. إذا صار بسكستي عالية ما راح تقدر ترجع. زين؟ قسموا على 5 جروبات ونبدأ نحط.